التموين، سلع تموينية وانتظام صرف مقررات التموين، وده نجاح للدولة المصرية والله العظيم. لأنك احنا الحمد لله رب العالمين، التجربة المهمة اللي قامت بيها كمان وزارة التموين بعد طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 26,375 كوبون من أول رمضان ولحد يوم 15 مايو. تعرفي التجربة العظيمة دي قيمتها في ايه؟ إنك بتساعد المحتاج إنه يختار اللي هو عايزه. يعني ما بتعملش شنطة بجد محددة فيها سلع معينة وبتديها له، طبعا ده خير وربنا يجازي خير لكل الناس اللي عملت الشنط والكراتين دي، لكن انك تساعد غير القادر انه ياخد الكوبون ده ويروح ينقي اللي نفسه فيه. عايز بقى يجيب النوع ده ماشي، عايز يجيب النوع ده ماشي، عايز يجيب الازازه الزيت دي، عايزه تختار ازازه الزيت دي، طيب عايزه تجيب الرز ده ماشي، مش عايزه زيت خالص فعايزه تاخد بدلهم كيسين مكرونه ولا كيسين رز. وده ليه تاني؟ بالمناسبة مبيعات الكوبونات دي وصلت لمليون وخمسمائة ألف جنيه. وده ليه بقى؟ أرجع أقولك ليه؟ عندنا توفر في السلع وعندنا إنتاج. مش كده بقول لكم النجاح تاني، أنا يمكن بكرر الموضوع ده كتير قوي، ما تزهقوش مني بس فرحانة. التوازن اللي قدرت الدولة المصرية تحققه في ظل جائحة بتجتاح العالم، تدخل اللهم احفظنا يعني دول تانية تلاقي المجمعات الاستهلاكية عندهم ما تشوفش المنظر ده، ما تشوفش منظر الأرفف المليانة دي أصلا. في دول ما تشوفش فيها المشاهد اللي عندها في مصر دي. وبص جوه المجمعات التزام بالإجراءات الوقائية أهو، وأي حد بيروح أماكن تجمعات او على فكره او سوبر ماركت او كلام من ده هيلاقي الالتزام. طيب احنا معانا على التليفون الاستاذ هشام عبد المنعم، مدير عام المجمعات الاستهلاكيه التابعه لوزاره التموين. ازي حضرتك يا فندم؟ يا اهلا، ازيك يا استاذ؟ صباح الخير على حضرتك استاذ هشام، والحقيقه يعني خليني يعني اهنيكم بنجاح هذه التجربه بجد، تجربه الكوبون لمساعده الاسر المحتاجه وحرية إن الشخص ينقي السلعة اللي هو نفسه فيها براحته زي ما هو عايز. ألو؟ أي أستاذ هشام؟ طبعاً دي من مقترحات معالي وزير التموين، إن هو عمل موضوع الكوبون ده، وموضوع الكوبون ده طبعاً يعني حاجة كويسة قوي اتعملت للمستهلك، بحيث إن هو بينقي السلع اللي هو عايزها وعنده جميع الفروع، ممكن ينقي من الفروع. احنا عندنا شركة الأهرام مثلا 167 فرع، شركة النيل 180 فرع، من حقه ينقي من أي فرع يحبه واللي هي السلع اللي هو عايزها. الكوبونات دي اتعملت ثلاث فئات، في فئة 20 جنيه، في فئة 50 جنيه، في فئة 100 جنيه، وطبعا ده مشروع ناجح جدا وعليه إقبال كويس قوي، خصوصا في أزمة كورونا. أي حد بيحب يعمل خير بيجي ياخد الكوبونات دي بيوزعها على الناس اللي هي عايزها. الحمد لله احنا وصلنا كمان لرقم استاذ هشام مليون و500 الف. ولسه برضه ولسه العمليه شغاله، لسه يعني عليها سحب جامد طبعا، الناس ما عرفت عليها سحب جامد قوي اللي هي الكوبونات ديت، لان طبعا مشروع احسن من الكرتونه واحسن من الشنط، لان المستهلك بيدخل بينقي براحته اللي هي الحاجه اللي محتاجها فعلا. يعني قدامه جميع السلع، احنا عندنا اكثر من 1300 سلعه، بينقي السلعه اللي هو عايزها. ده بالإضافة إنه ممكن ياخد لحمة، ياخد خضار، ياخد أي حاجة عايزها من السوبر ماركت. طب هل هتستمر لما بعد رمضان أستاذ هشام؟ إن شاء الله مستمر على طول، يعني المشروع ده إن شاء الله مستمر على طول. على طول، على مدار العام يعني، على مدار السنة كلها موجود. إن شاء الله مستمرة، لأنها تعتبر فكرة ناجحة جدا من معالي وزير التموين. طيب الحمد لله. الـ السلع بقى طمنا عليها كمان يا استاذ هشام، احنا بنشوف حتى لقطات المجمعات، لا يعني الحمد لله عندنا توفر جيد لكل السلع، بنشوف في المجمعات الارفف مليانه. الحقيقه عدى اهو يعني بنتكلم 24 يوم من الشهر الكريم، ورغم الاستهلاك الكبير الا انه الحمد لله ما فيش ولا شكوى واحده عن نقص اي منتج. لا احنا عندنا هنا الحمد لله في مصر يعني الدوله مهتمه جدا جدا بتوفر جميع السلع،
والحمد لله جميع السلع متوفره. الفتره ساعه ازمه في اول ازمه كورونا الناس نزلت تكلبت على السلع بشكل غير طبيعي. الدوله بقت تضخ اضعاف السلع اللي بتنزل عشان تطمن المواطنين. الحمد لله النهارده الناس كلها اطمنت ان جميع السلع في مصر موجوده وموجوده بكميات، لان الضخ يعني مجرد بس ما سلعه تقرب تخلص مجرد ما بتتصل بالمخازن بيتم امدادنا بيها على طول لجميع المجمعات، فجميع السلع موجوده في المجمعات زيها زي احسن هايبر. ده طبعا بالاضافه الى ايه؟ ان اسعار المجمعات كلها اقل من السوق الخارجي، مش اقل من 25%. ده كمان لا عارفين طبعا اسعار المجمعات الاستهلاكيه اقل كتير يعني. فطبعا دي تعتبر الركيزه الاساسيه بالنسبه للدوله اللي تقدر توفر، يعني تقدر تعمل توازن في السوق الخارجي في السلع. يعني لو اي تاجر حب يرفع السلع الدوله بتنزل بتضخ كميات كبيره باسعار مناسبه جدا. يضطر التاجر اللي بره لازم ايه؟ لازم ينزل بسعره على اساس مش هيبيع. طبعا المجمعات موفره كل حاجه الحمد لله. الحمد لله. استاذ هشام، الاستعدادات بقى لعيد الفطر المبارك، كل سنه وحضرتك طيب، وايه اللي هيتم تقديمه بقى جديد في المجمعات الاستهلاكيه التابعه لوزاره التموين؟ يعني كل سنه وانتم طيبين، بنقول للمستهلكين كل سنه وانتم طيبين. بيتم حاليا برضو الكحك والبسكوت والغريبه والبوتيفور، كل الحاجات دي موجوده بدات تنزل بكميات برضو في المجمعات باسعار اقل بكتير. يعني لو قلنا البسكوت مثلا، البسكوت اللي هو النشادر سعر كيلو 50 جنيه ده اللي هو اكثر المصريين اكثر اقبالا عليه، بسكوت النشادر ده. طبعا وجوده عاليه جدا، لان جميع المنتجات اللي نازله منتجات شركات قطاع الاعمال ومعموله عليها طبعا رقابه شديده انها بتتعمل بالسمنه البلدي. فلما نقول سعر كيلو البسكوت 50 جنيه، الكحك الساده 65، او الكحك الملبن، او الكحك اللي هو العجوه. عندنا موجود برضو اللي هو البوتيفور برضو سعر 90 جنيه. في علب مشكله، العلبه وزنها في علبه كيلو ب 60 جنيه، علبه 2 كيلو. طب اللي عايز يفرح الناس، معلش يا استاذ هشام، وياخد كوبون، الناس تقدر تاخد بيه كحك وبسكوت؟ طبعا الكوبون زي ما قلنا بياخدوا بيه اي حاجه، يعني اللي عايز اي حاجات العيد يقدر ياخدها برضو بالكوبون. احنا برضو بنقول للمستهلكين اي حد عايز يعمل خير كحك بسكوت. برضو الناس ممكن يكون نفسها تجيب يعني علبه كحك، يعني لو معاه كوبون ونفسه ياخد كيلو كحك ولا كيلو بسكوت، ده ممكن. طبعا متاح قلنا زي ما قلنا، متاح جميع السلع من اي فرع من فروع شركات المجمعات الاستهلاكيه التابعه لوزاره التموين. احنا عندنا يعتبر وزاره التموين عندها 1300 فرع على مستوى الجمهوريه. أيوة. فطبعا من حقه من اي محافظه كمان لو حب يصرف بيه، بيصرف بيه من اي محافظه، من اي مجمع من المجمعات التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه. طب الاسماك بقى، وحضرتك عارف انه هيحصل اقبال كبير جدا في عيد الفطر المبارك، عاده بيحصل اقبال كبير على الاسماك، ممكن تكون الاسماك الطازجه او سمك الرنجه مثلا. يعني جميع الاسماك الطازجه موجوده والمجمده موجوده، ده بالاضافه طبعا الى برضو الرنجه، وانضف انواع الرنجه عندنا موجوده سعر 32 جنيه، وجميع الاسماك يعني بجميع انواعها طازه او مجمده موجوده ومتوفره، وجميع اقسام الاسماك شغاله على مدار العيد كامله، يعني ما فيش اجازات بالنسبه لهم، يعني اي حد عايز سمك خلال فتره العيد هيلاقي موجود السمك، ده غير ان احنا عندنا فروع بتعمل شوي وقلي وكل حاجه. يعني جميع الفروع فاتحه في العيد امام المواطنين في المواعيد العاديه. في المواعيد العاديه موجوده. من الساعه كام للساعه كام استاذ هشام؟ يعني في عندنا فروع بتبقى شغاله، هتبقى تعتبر من 10 صباحا ل 10 مساء ان شاء الله. ان شاء الله. في مجمعات واخده تصريحات انها تشتغل في فترات الحظر كمان. ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين، والحقيقه يعني جهد مشكور يعني ونجاح كبير. شكرا للاستاذ هشام عبد المنعم، مدير عام المجمعات الاستهلاكيه التابعه لوزاره التموين. هي الموضوع ده حلو، وموضوع الكوبونات ده، انك تدي بجد فكره رائعه من وزير التموين الحقيقه، انك تدي شخص الكوبون ده وتقول له روح نقي اللي انت عايزه، خد اللي نفسك فيه. فرق حقيقي مع الناس. وقلنا برضو نطمنكم على الكحك والبسكوت، و موجود ممكن ناكل كحك وبسكوت ونلتزم بالاجراءات برضو على فكره، مفيش اي حاجه، يعني مفيش ما يعوق ما بين الكحك والبسكوت وكل سنه طيبين والعيد، ونحن نخلي بالنا على نفسنا.